السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رضا أحمد. النهاردة معنا فيديو جديد، إزاي نوصل الخيط لو اتقطع أو لو حبينا نبدل اللون. دلوقتي احنا معنا غرزة الحشو، هنبدأ بغرزة الحشو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نعمل غرزة الحشو بالشكل ده. طبعا كلنا عارفين غرزة الحشو بتتعمل إزاي، ودي هتبقى آخر غرزة في السطر. هنعمل كده، طبعا مش هنشتغلها، هناخد الغرزة ونبتدي ناخد اللون التاني اللي احنا هنشتغل بيه، وليكن اللون الأبيض. هنعمل كده ونروح ساحبين اللون الجديد معنا، وهنعمل السلسلة اللي هي ارتفاع غرزة الحشو. تمام، هنشد كده الخيط الكحلي، هنشده وهناخد ورا الشغل معنا هو والطرف بتاع الخيط الأبيض، وهنبتدي نشتغل غرزة الحشو من اول وجديد. هنطلع بيها عادي خالص اهو، هنخلي الخيط دون ورا الشغل كده. تمام، نبتدي الغرزة اللي بعدها. الخيط بيبقى ورا الشغل كده اهو، نحط الابرة كده اهو. الخيط اللي هما اللونين بيبقوا بين الابرة وبين الخيط اللي فوق، بنسحب كده بنشتغل غرزة الحشو زي ما احنا متعودين عليها لغاية نهاية السطر. وبقى معانا الخيطين دول، لو احنا شغالين في شغل كبير بنخلي مسافة عشان الخيط ما يفلتش مننا بعد ما نخلص شغلنا وشغلنا كله يبوظ. اهو بنقلب الخيط كده، بنقلب الشغل كده، نشد شوية الخيط دول، نشده ونروح قاطعين قصين بالمقص كده. تمام، ونروح ايه فردين الشغل تاني عشان الخيط يخش جوه الشغل، وهنبتدي نكمل السطر للاخر باللون اللي احنا غيرناه. دي اخر غرزة، هنرتفع سلسلة وهنلف ونكمل سطر تاني من الحشو لغاية نص السطر هنكمل، وبعدين هنبدأ ناخد اللون التاني عشان نغير في نص الشغل. هنغير في نص الشغل باعتبارنا ان احنا هنغير اللون، او هنعتبر ان الخيط ده مثلا اتقطع مني وانا شغالة، او خلص مني وانا شغالة وعايزة اعمله مرة تانية. اقطع كده واروح جايبة اللون التاني اللي انا هشتغل بيه، تمام. لا هو انا استنى لحظة، انا عشان هبدل اللون، لو انا هشتغل بنفس اللون هدخل بالغرزة عادي خالص من غير، هاخد الغرزة واكمل اللون مفيش مشكلة لو اللون نفس اللون، لكن انا دلوقتي عشان هغير يبقى انا ماخدش الغرزة الاخيرة ديت. بعمل كده، وطبعا مش هاخد سلسلة ولا حاجة لان انا في نص الشغل، والغرزة اللي حشو ما فيهاش سلسلة، فاحنا بنمشي بالشغل عادي خالص، بس بنشد شوية الشغل اللي تحت كده ونشد الابيض ده شوية كده عشان ايه يمسك نفسه، وهنروح ماشيين بالغرزة باللون التاني. هنخلي الخيط معانا في ايدينا اهو، هنخلي كده معانا ونكمل غرزة الحشو لنهاية السطر. كده لنهاية السطر او مسافة، بحيث انك انتي الشغل بتاعك ما يفكش، لو اتغسل بعد كده او حاجة ما يفكش. وبكده يبقى احنا خلصنا غرزة الحشو، الخيط ده بيتنضف طبعا وبيتقص اهو. الشغل الامام بتاع الشغل ده، وش الشغل وده الخلف بتاعه، كله زي بعضه مفيش اي فرق بينهم، زي بعض. نوصل الخيط بشكل نظيف وجميل بحيث ما يبقاش فيه اي زوايد للخيوط، ودي كده غرزة الحشو. هنشوف غرزة تانية معانا، نعمل مع بعض برضو غرزة النص عمود، هنشوفها برضو بنوصل بيها الخيط ازاي، سواء الخيط اتقطع منك او عايزة تبدلي لون تاني. غرزة النص عمود معروفة، بنلف ندخل نطلع من التلات فتلات اهو، نطلع من التلات فتلات
تمام، انا عايزه ابدل الخيط في السطر اللي جاي، فبروح لفه وداخله في اخر غرزه، هدخل في اخر غرزه واطلع، هسيب بقى الخيط كده من ايدي واخد اللون التاني اللي انا هشتغل بيه. انا بسيب حته طويله عشان ايه ابين لكم ان احنا ازاي بنداري الخيط. بنشد طبعا الخيط ده شويه كده، بنسحب الخيط الابيض وبنعمل غرزه اتنين اللي هما الارتفاع بتاع غرزه النص عمود اهو الارتفاع كده. هنلف هناخد الغرزه اللي بعدها عادي بالخيط اللي هو لونه ابيض، تمام. الخيط برضو بيبقى تحت فوق الإبرة وتحت الخيط، بنعمل غرزة النص عمود اهو، بنفضل ماشيين بالخيط مسافة عشان نتأكد ان هو مش هيرجع، والخيط حتى الشغل اللي احنا عملناه اتغسل اتحرك عمل ما بيتفكش الغرزة، بنمشي بيه مسافة، يعني بنخلي مسافة من الخيط القديم ومسافة من الخيط الجديد اللي احنا شغالين بيه. اهو بيبقوا كده، بدخل عادي برجع كده اهو، تمام. بلف بدخل، دي غرزة النص عمود عشان نشتغل نوصل اللونين. هاجي هنا كده واروح شدة شدة بسيطة كده واروح قصه عشان افرد الشغل كده، تروح داخله جوه بحيث ان الشغل يبقى شكله نظيف ما فيهوش اي بواقي ولا اي حاجه من الخيط، وابتدي اكمل شغلي النص عمود لغايه نهايه السطر، لغايه نهايه السطر. هرتفع عشان سطر جديد عشان اوريكم ازاي نبدل النص عمود في نص الشغل. هنرتفع غرزة سلسلتين احنا كده بنعمل غرزة نص عمود. لو انا عايزة ابدل برضو الشغل ابدل اللون، هبدل اللون في النص اهو، هاجي كده واروح سحبة كده، خلاص كده اللون الابيض انتهى بالنسبة لي، فاروح اقص اللون الابيض واخد اللون اللي انا هشتغل بيه. اللون الابيض هيبقى مشدود كده، هاخد معاه اللون، هاخد بعد كده اللون الازرق عشان ما يبقاش فيه فواصل ويبان ان انا شغاله على طول، وابتدي الف الخيط الازرق وابتدي اشتغل بيه عادي اهو. كده بقى انا بدات الغرزه من فوق اهو، انا كده وصلت في نص الخيط وفي اول الخيط اهو بنفس الطريقه، هي هي اعمل غرزة النص عمود وادي اخر غرزة، تمام. برضو بنشيل وبننظف الجزء اللي هو اللي باين دوت اهو، الشغل بتاعي اهو من هنا اهو، وش الشغل وظهر الشغل الاثنين زي بعض بالظبط، مفيش اي باين ان انا عامله حاجه اهو، اللونين متوصلين مع بعض بشكل حلو ونظيف، شغلك يبقى حلو ما فيهوش اي زوايد، تمام. هنشوف مع بعض غرزه العمود ازاي هنوصل برضو الخيط فيها. غرزة العمود بنعمل برضو عادي كده، بنشتغل غرزة عمود لغاية آخر السطر، هاجي في آخر السطر وعايزة أبدل اللون كده آخر غرزة، هنطلع كده وهنطلع بأول اتنين وهنسيب أول آخر اتنين، آخر اتنين وهنحط اللون التاني كده، راح طلع باللون التاني وأعمل واحد
اتنين تلاتة الارتفاع بتاع الغرزة. وممكن اربط كمان الخيط هنا يعني ربطة بسيطة خفيفة عشان اضمن ان هو ما يفكش، خفيفة خالص كده، واخده معايا لورا الشغل برضو بنفس الطريقة اللي كنا شغالين بيها في الغرز اللي فاتت اهو، هاخده معايا ورا الشغل كده وابتدي اعمل غرزة العمود. انا كده وصلت اللون التاني، غيرت اللون بلون في بداية السطر. افضل ماشية، او حتى لو اتقطع منك الخيط برضو بتعمليه بنفس الطريقة، تاخدي جزء الخيط وتسيبي التاني وتفضلي ماشية بيهم كده مسافة عشان يداروا تحت الخيط. ما تضطريش تجيبي ابرة تنظيف وتمشي الخيط وابتدي الخيط يفك منك، لا احنا بنمشي نخليه تحت الخيط معانا، وبرضو وش الشغل وظهر الشغل ما فيهوش اي تغيير ولا اي حاجه اهو. مشيت بيه شويه هربطه في الشغل كده وقطعه، كمل غرزه العمود لغايه الاخر باللون الجديد. بيبقى شكل الشغل بيبقى شكله جميل، مفهوش اي زيادات من الخيوط، اي حاجة شكلها مش حلو. وش الشغل وظهر الشغل بيبقى نفس الشكل، ما بيبقاش فيه اي زوايد من الخيوط. ودي كده اخر غرزة، هنرتفع 2 3 ونلف الشغل، نبدأ نشتغل السطر التاني اللي احنا عايزين نبدل في نص الشغل، او لو اعتبرنا ان الخيط اتقطع مننا اوريكم برضو ازاي. انا هقطع الخيط الابيض خالص دلوقتي عشان اوريكم لو الخيط كمان اتقطع تبقى برضو واضحة اكتر كده. هاجي دلوقتي انا عايزة اغير اللون، هعمل كده اخد اول 2 اخر 2 هسيبهم وابتدي اخد اللون التاني. انا هقطع الخيط كأن كده الخيط خلص مني وانا شغالة، تمام. الخيط لو خلص اهو خلص، الخيط خلص مني فهسيب منه جزء وهبتدي اخد نفس اللون. لو انا نفس اللون، لو مش نفس اللون نفس الكلام اهو، بنلف كده ونبتدي نشتغل. هنخلي برضو الخيط ورا الشغل وهنشتغل كده. احنا بدلنا الخيط سواء هو نفس اللون او لون تاني بنوصل بنفس الطريقة، هي الخيط اتقطع منك بتعملي كده، انت عايزة تغيري اللون بتعملي كده. بتحافظي على الخيط دوت، الاتنين دول بتحافظي عليهم مسافة عشان ما يرجعوش لورا ويفكولك كل الشغل اللي انت عايزاه. كملي برضو لغاية الآخر اهو، آخر غرزة. هاجي كمان غرزة العمود، تمام. الغرزة اهي مفيهاش اي حاجة، وشها زي ظهرها بالظبط، متوصلة اللونين مع بعض، تمام. هنشوف برضو معانا غرزة العمود بلفتين، هنشوف برضو هنعمله ازاي. هنعمل العمود بلفتين اهو، بنعمل العمود بلفتين. هنبدل برضو في نهاية السطر وفي نص السطر. لف لفتين طبعا اكيد، ده اخر السطر. هنسيب برضو
فتلتين على الخيط على الإبرة، وهناخد اللون التاني نفس طريقة العمود بلفة. بس برضه حبيت اوريها لكم برضه عشان تبقى ايه، احنا كده عملنا كل الغرز اللي احنا بنشتغل بيها. هنشد الازرق ده شوية اهو، هنرتفع 1 2 3 4 ارتفاع غرزة العمود بلفتين، وابتدي اعمل برضو بنفس الطريقة اهو الشغل لغاية نهاية السطر. تمام، يا رب الشرح بتاعي يكون كويس وتكونوا فهمتوا مني ازاي ان انتوا تغيروا اللون سواء اتقطع او عايزين تغيروا اللون. ولو كده لو الشرح عجبكم اعملوا اشتراك في الصفحة على القناة، ولو في اي سؤال اكتبوه لي برضو، فعلوا الجرس عشان لما اي شغل يتعمل على القناة يجيلكم باشعار وتتفرجوا على كل جديد. وان شاء الله هحاول ان انا اجيب لكم الحاجة اللي هي تكون صعبة شوية، مش اي حاجة وخلاص. يا رب الكل يكون استفاد ويكون الشرح بسيط ويكون واضح، وبكمل لآخر السطر. طبعا انا برضه بقطع اللي هي ديت برضه، بشد سنة بسيطة كده وانا شغالة، بس حاجة بسيطة يعني، واروح اقطع كده عشان لما افرد الشغل الخيط يخش جوه الشغل. تمام، اجي كده اخر غرزة في السطر هنلف هندخل هنغير برضو الطريقة بتاعت العمود بلفتين، قريبة جدا من العمود بلفة. برضو في الاخر بنسيب 2 نبتدي ناخد اللون التاني، وبناخد الخيطين مع بعض وندخل في الغرزة اللي بعدها. كده في النص في البداية الشغل كله زي بعضه، مش اي مشكلة. بنمشي بالخيط ده لغاية المسافة زي ما اتفقنا، وبعدين بنقصه، بنشد شدة بسيطة كده ونروح قصينه، وبعدين نبقى نفرد الشغل. وبكده يبقى احنا اتعلمنا النهاردة ازاي نوصل الشغل بالعمود، العمود بلفتين، وادي العمود بلفة واحدة، وادي النص عمود، وادي غرزة الحشو. يبقى كده احنا عرفنا ازاي ان احنا نغير اللون، او لو الخيط اتقطع معانا نغيره ايه ازاي. وان شاء الله نتقابل في فيديو تاني، وزي ما قلت لكم فعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات اللي نزلها توصل لكم باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.